اهلا بيك لسنة خمسة، انا ميس هدير بهنسي، وده الدرس الثالث في الوحدة الثالثة مادة العلوم. معانا المفهوم الاول مكملين فيه، مفهوم التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي. يلا بينا النهاردة نكمل مع بعض نشاط رقم ستة بعنوان انظمة الارض. كنا اتعلمنا من الدروس اللي فاتت ان عندنا هنا كام نظام للارض، عندنا اربع انظمة متكاملين مع بعض، وعرفنا كمان ان نظام الارض ده بيتشكل من اربع اغلفة. تعالوا نتعرف عليهم كده بالتفصيل النهاردة. معانا اول غلاف معانا وهو الغلاف الارضي، والغلاف الارضي ده بيعرف باسم تاني كمان وهو الغلاف الصخري. والغلاف الصخري ده بقى بيحتوي على ايه؟ بيشمل الصخور والمعادن والتربة. تمام كده، يبقى الصخور والمعادن والتربة دي من ضمن الغلاف الارضي اللي هو الغلاف الصخري. وكمان الصخور المنصهرة داخل الارض، بيكون في داخل الارض صخور منصهرة، دي برضو ضمن الغلاف الارضي. عندنا كمان التضاريس زي الجبال. تمام كده. طيب تعالوا نتعرف على الغلاف المائي. الغلاف المائي ده بيحتوي على جميع المياه الموجودة على سطح الارض، يعني اي مياه موجودة على سطح الارض دي ضمن الغلاف المائي. طيب زي ايه؟ قلنا زي البحار والمحيطات والانهار، والانهار الجليدية اللي بتتكون من التلج والمياه الجوفية، كل ده ضمن الغلاف المائي. طيب عندنا كمان تالت غلاف معانا وهو الغلاف الجوي. طيب الغلاف الجوي ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على خليط من جميع الغازات المختلفة اللي بتحاوط الارض او التي تحيط الارض، وخليط الغازات ده بيسمى بالهواء الايه؟ بالهواء الجوي. عندنا كمان رابع غلاف معانا وهو الغلاف الحيوي. الغلاف الحيوي ده بقى اللي بيحتوي على جميع الكائنات الحية زي النباتات والحيوانات والإنسان. تمام كده، يبقى احنا قلنا عندنا كام غلاف؟ عندنا أربع أغلفة. ايه هما؟ الغلاف الأرضي والغلاف المائي والغلاف الجوي والغلاف الحيوي. هنلاحظ بعد كده ان في تفاعل كبير جدا بين الأغلفة دي عشان تقدر تستمر الحياة على سطح الأرض. تعالوا كده نشوف مع بعض التفاعل بين أنظمة الأرض المختلفة. بيقول لنا هنا ان في تفاعل كبير جدا بين أنظمة الأرض وبعضها البعض، واحنا ممكن نلاحظ التفاعلات دي من خلال مجموعة معينة من الظواهر والعمليات. تعالوا مثلا نتعرف على التفاعل بين الغلاف المائي مع الغلاف الأرضي. هنلاحظ هنا ان لما يحصل تفاعل بين الغلاف المائي مع الغلاف الأرضي بيحصل عملية اسمها عملية التعرية. طيب ايه هي عملية التعرية ديت يا مس هدير؟ هقولك ان وقتها التعرية ديت يعني المية بتتحرك على سطح الارض وبتبدأ تنقل التربة والمواد الاخرى معاها. تمام كده، يبقى المية لما بتتحرك ايه اللي بتحصل؟ بتاخد معاها التربة والمواد التانية كمان. يبقى معنا كده تتحرك المياه على سطح الارض وتنقل التربة والمواد الاخرى معها زي اللي في الصورة كده. تمام. طيب ده كده اسمه ايه؟ قلنا التعرية. عندنا كمان ايه عملية تانية اسمها تكوين البحيرات، ان بتتكون لنا ايه؟ بحيرة. بتتكون البحيرات ديت لما بتتجمع ايه؟ مية في مناطق منخفضة من سطح الارض. يعني لو عندي سطح الارض مستوي كده وعندي منطقة فيه منخفضة، تمام كده، في النص زي اللي احنا شايفينها دي، بتتكون فيها مية. المية دي بعد كده بيكون اسمها ايه؟ بيكون اسمها بحيرة. تمام. يبقى البحيرات دي بتتكون ازاي؟ عندما تتجمع المياه في المناطق المنخفضة من سطح الارض. طيب حلو جدا، يبقى احنا كده عرفنا ان التفاعل بين الغلاف المائي مع الغلاف الارضي بينتج عنه عمليتين، هما التعرية وتكوين البحيرات. طيب تعالوا نتعرف بعد كده على التفاعل بين الغلاف الجوي مع الغلاف الحيوي. الغلاف الجوي مع الغلاف الحيوي ايه اللي بيحصل؟ هنلاحظ هنا ان بتحصل عملية اسمها عملية البناء الضوئي. ازاي البناء الضوئي ده؟ يعني عندنا هنا النبات اللي هو ضمن الغلاف الحيوي بيعمل ايه؟ بيمتص الهواء. بيمتص الهواء ليه؟ هقولك علشان ياخد منه غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هيساعده على عملية البناء الضوئي، عشان يقدر يصنع غذائه من خلال عملية البناء الضوئي. يبقى معنى كده عشان النبات يفضل على قيد الحياة هو محتاج ايه؟ محتاج الهواء من الغلاف الجوي. يبقى ده كده تفاعل كبير جدا من الغلاف الجوي والغلاف الحيوي، وهي عملية البناء الضوئي. عندنا كمان التنفس. هو احنا نقدر نعيش من غير الهواء؟ نقدر نعيش من غير الاكسجين؟ طبعا لا، فاحنا محتاجين الاكسجين عشان نقدر نتنفس، والنبات هيكون محتاج ثاني اكسيد الكربون. يبقى عندنا هنا تتنفس جميع الكائنات الحيه زي الانسان والحيوان والنبات، كلنا بنتنفس الهواء. تمام كده، يبقى احنا عشان نفضل على قيد الحياه هنكون محتاجين الغلاف الجوي بشكل كبير جدا. وهنلاحظ كمان ان في تبادلات ما بين ايه؟
ما بين الغلاف الحيوي والغلاف الجوي. ازاي يا ميس هدير؟ هقول لك، مش عندنا هنا النبات لما بيمتص غاز ثاني اكسيد الكربون بينتج لنا غاز الاكسجين؟ تمام، يبقى هو بيساعد في الغلاف الجوي. طيب احنا لما بنتنفس الاكسجين مش احنا بنخرج غاز ثاني اكسيد الكربون؟ تمام، يبقى معنى كده ان بينتج عن عمليتي البناء الضوئي والتنفس نواتج ثانويه. تمام كده، من النواتج الثانويه بتاعه النبات هي غاز الاكسجين، ومن النواتج الثانويه بتاعه عمليه التنفس هو ايه؟ هو غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب تعالوا بقى مع بعض كده نشوف هنا التفاعل بين الغلاف الارضي مع الغلاف الحيوي بيحصل ازاي التفاعل ما بينهم. هنقول لك هنا ان عندنا هنا ايه عمليه اسمها عمليه توفير العناصر الغذائيه. تمام كده، يبقى احنا عندنا هنا الغلاف الارضي اللي هو مثلا بيمثل التربه، هنلاقي ان التربه ديت بتقدر ان هي توفر لنا العناصر الغذائيه، مش احنا محتاجين النبات عشان نقدر نتغذى عليه، صح كده، والحيوانات برضو محتاجه ان هي تتغذى عليه. تمام، يبقى معنى كده ان احنا عندنا هنا الغلاف الارضي ده بيساعدنا على توفير العناصر الايه الغذائيه، قلنا زي التربه اللي بتوفر لنا العناصر الغذائيه ايه للنبات. طيب هنلاقي بعد كده كمان ان الغلاف الارضي ده يعتبر مأوى او مسكن لبعض الحيوانات، صح كده، يبقى عندنا هنا ان التربه دي بتوفر ايه؟ بتوفر المأوى لبعض الحيوانات زي الارانب. زي ما احنا شايفين كده ان الارانب بتعمل ايه؟ بحور كده في الايه؟ في الارض، وايه؟ ويبقى ده بيتها هي اللي بتسكن فيه. تمام كده، يبقى احنا زي ما عرفنا ان في تفاعل بين الغلاف الارضي والغلاف الحيوي، ان الغلاف الارضي ده بيساعدنا على توفير العناصر الغذائيه، وفي نفس الوقت هو توفير لمسكن او مأوى لبعض الحيوانات. تمام كده. طيب تعالوا نكمل مع بعض النشاط رقم 7. في النشاط رقم 7 بقى سنة 5 هنلاقي بعنوان خصائص الغلاف المائي والغلاف الحيوي. هنتعرف الأول على خصائص الغلاف الحيوي. هنلاقي هنا طبعا إن الكائنات الحية بتكون موجودة في كل مكان على إيه؟ على الأرض. وهنلاقي إن المناطق اللي هي موجودة فيها دي تسمى بالمناطق الأحيائية. تمام كده؟ طيب ومن الأمثلة بتاعتها عندنا حاجة اسمها الصحاري، وعندنا الغابات، وعندنا الأراضي الرطبة. طيب بيقول لنا هنا ان الحياة البرية ديت اللي هي بيكون فيها النباتات والحيوانات في كل منطقة احيائية تبعا لخصائص المناخ والتربة فيها، اي تتميز كل منطقة احيائية بوجود ايه؟ بوجود نباتات زي كساء خضري او حيوانات او تربة او مناخ. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه بيقول لنا هنا ان الحياة البرية دي هي بتتميز كل منطقة بايه؟ بخصائص معينة، زي ان هي بيكون فيها نباتات معينة بتنمو فيها، عندنا حيوانات معينة بتعيش فيها، عندنا تربة معينة سواء تربة خصبة او تربة غير خصبة. تمام كده، او تربة رملية، عندنا مناخ معين بتتميز بيه المنطقة دي. يبقى معنى كده ان كل منطقة ليها مميزاتها وليها خصائصها، وده بيحكم لنا ايه؟ بيحكم لنا طبيعة الكائنات الحية اللي تقدر تتعايش مع كل ايه؟ مع كل منطقة احيائية من دول. فاحنا عندنا هنا لو عايزين نعرف تعريف المنطقة الاحيائية هنقول هي ايه؟ هي منطقة كبرى بتتميز بايه؟ بغساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية تميزها عن غيرها من المناطق الاخرى. يعني كل منطقة ليها الغساء الخضري بتاعها، وليها التربة بتاعتها، وليها المناخ بتاعها، وليها الحياة البرية بتاعتها. طيب جميل، تعالوا بقى نتعرف على خصائص الغلاف المائي. هنلاقي هنا طبعا زي ما احنا عارفين ان الغلاف المائي ده هو بيشمل كل المياه الموجودة على سطح الارض، سواء المياه دي كانت سائلة او صلبة او غازية. وزي ما احنا عارفين ان المية بتغطي حوالي 71% من سطح الارض. نركز على المعلومة دي، المية بتغطي قد ايه؟ 71% من سطح الارض. وبتنقسم المياه دي الى مياه عذبة والى مياه مالحة. المياه العذبة دي بتمثل قد ايه من 71%؟ بتمثل 3.5% تقريبا من الغلاف المائي، ومعظمها بيكون موجود في صورة أمطار ومعظم البحيرات والمياه الجوفية والأنهار. تمام كده، يبقى نقول تاني، المياه العذبة دي بتمثل 3.5% بالإضافة إن هي بتكون موجودة في صورة الأمطار وإيه والبحيرات أو معظم البحيرات والمياه الجوفية والأنهار. طيب المياه المالحة بقى، المياه المالحة دي بتمثل 96.5% من إيه؟ من 71% اللي احنا قلنا عليهم ان ايه؟ ان هما بيمثلوا الميه على سطح الارض. يبقى 96.5% من الايه؟ من الغلاف المائي بتمثله مياه ايه؟ مياه مالحه، وبيورد معظمها في صوره المحيطات والبحار والخلجان. المحيطات والبحار والخلجان. تمام، احنا كده تعرفنا على خصائص الغلاف الحيوي وتعرفنا على خصائص الغلاف المائي. وفي ملحوظه مهمه هنا عايزه اقول لكم عليها، ان معظم المياه العذبه دي بتكون في صوره ليست سائله او جاريه، لكنها مياه متجمده في صوره كتل من الجليد.
تمام كده. طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن التفاعلات بين الغلاف الحيوي والمائي. وزي ما احنا اتعلمنا قبل كده ان الغلاف الحيوي ده بيتفاعل باستمرار مع الغلاف المائي فهو معتمد عليه، فالماء ضروري جدا لجميع الكائنات الحية. فمثلا هنلاقي هنا ان ماء المطر ده بيساعد النبات على النمو والبقاء، هنلاقي ان الانسان والحيوان بيشرب الماء للنمو والبقاء، هنلاقي ان الماء ده يعتبر يعتبر موطن رئيسي او موطن طبيعي للعديد من الكائنات الحية قلنا زي الاسماك والطحالب والنباتات المائية، تمام كده. هنلاحظ عندنا هنا ان الانسان هو جزء من الغلاف الحيوي ويمكن ان هو يؤثر في كل انظمة في كل انظمة الارض. يبقى معنى كده ان الانسان ده زي ما قلنا هو من ضمن الغلاف الحيوي وهو ممكن يأثر في في كل انظمة الارض. اتفقنا كده؟ تمام كده سنة 5. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة. استنوني في الدرس القادم ان شاء الله. وكانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس. باي باي.